تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. تسجيل 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع في أعداد المصابين، والمدير الجهوي للصحة بتونس يرجع الأمر إلى تكثيف التحاليل. استقرار الوضع الوبائي بالوسط المدرسي بولاية باجة وتعزيز إجراءات البروتوكول الصحي في المدارس. واختتام اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي بإسقاط مقترح الاستفتاء لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات. يتواصل ارتفاع نسق الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من ولايات الجمهورية، وفي آخر تحيين لوزارة الصحة للوضع الوبائي في البلاد تم تسجيل 1762 إصابة جديدة و62 حالة وفاة، وضع أدى إلى ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات وخاصة أقسام الإنعاش. تتعالى التحذيرات من قبل الهيكل الصحية في تونس من خطورة الوضع الوبائي في البلاد الذي وصف بالحرج جدا، في انتظار إقرار السلطات إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا. وفي آخر تحيين لوزارة الصحة للوضع الوبائي في البلاد، فقد تم تسجيل 1762 إصابة جديدة و62 حالة وفاة بالفيروس. وقد أرجع المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن نصر هذا الارتفاع إلى تكثيف التحاليل خاصة منها السريعة. أول حاجة خاطر كثفنا في العدد متاع التحاليل، منهم التحاليل السريعة هذه نعملوا فيها بكثافة، زرنا في كل أسبوع، نعملوا في كل معتمديات، قاعدين نزوروا في برشا معتمديات، نعملوا بمعدل 300-350 تحليل سريع في اليوم أبار البي سي آر العادي هذاك اللي نعملوا فيه. دونك الأعداد الإصابات سيفريقينهم ارتفعوا، كي نعملوا الحوصلة بالنسبة لقداش عملنا عنا أسبوعين وإحنا نعملوا في التحليل هذه السريعة، مع نجم نقول الـ مش المعدل، أما النسبة المئوية بالنسبة للإصابات لقيناها تتراوح ما بين 12% و20%، وهذا يخلينا بالحق معناتها نوليو نكتشفوهم هذو المصابين، هذو اللي هم بيدهم ما يعرفوش روحهم مصابين وهم قاعدين يخالطوا في العباد. وبخصوص أزمة يسارة الإنعاش في المستشفيات العمومية، أكد المدير الجهوي للصحة بتونس أن هذا الاكتظاظ في المستشفيات يعود إلى وجود حالات مرضية من غير الحاملين للفيروس والذين هم في حاجة إلى الإنعاش. الحمد لله مش كومبلي، أما الحقيقة نسبة تو دوكيباسيون تاع اللي في الرياض مرتفعة، ولينا وصلنا حتى في 80% تو دوكيباسيون، اللي خلى معناتها اللي وليت علاش معناتها طلعت معناتها معناتها الهوسبيتاليزاسيون طلعت علاش؟ على خاطر ولينا ناخذوا حتى في النون كوفيد، حتى اللي ما عندوش كوفيد برشا ناخذوهم في الرياض، دونك هذوك زاد نقراو ونحسبهم. في الموجه الاولى تتفكروا ما تلهينا كان بالكوفيد، فهمت؟ وما والاخرين حتى الاخرين فما توفاونا الاخرين وهم ما عندهمش كوفيد، خاطر هما بيدهم خافوا ما مشاوش يداويوا. في الأثناء قال مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي شكري حمودة أمس إن التلقيح ضد فيروس كورونا يوفر الحماية الشخصية للفرد، لكن لا يمكنه من توفير الحماية لكل أفراد المجتمع في ظل الانتشار السريع لجائحة كورونا. وسعيا إلى الحد من انتشار الفيروس، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتونس حملة تقصي سريع ضد هذا الوباء بمؤسسة التلفزة التونسية، حملة ستشمل في مرحلة أولى المخالطين للمصابين والحاملين لأعراض الإصابة. موظفون وعاملون بمختلف الأسلاك بمؤسسة التلفزة التونسية خضعوا اليوم لحملة تقصي سريع ضد فيروس كورونا، حملة تهدف إلى التقصي السريع للحد من حالات العدوى في صفوف العاملين بالمؤسسة، خاصة في ظل النسق التصاعدي الذي تشهده أعداد الإصابات بفيروس كورونا في كامل تراب الجمهورية. مجابهة فيروس كورونا هي عملية دؤوبة مستمرة ما وقفتش، ثم لجنة مختصة، لجنة علمية بمشاركة معهد الصحة والسلامة المهنية، أيضا بمشاركة اللجنة الوطنية لمجابهة هذا الفيروس، هما متعاضدين معنا، الجهود كلها منصبة أنه نحاول نتقصى بطريقة مبكرة باش ما تنتشرش العدوى في مؤسسة إعلام عمومي، ويجب أنه يكون يواكب مختلف المستجدات وزاد ما يلزمش ينقطع. حملة ستشمل في مرحلة أولى المخالطين للمصابين والمشتبه في إصابتهم بالفيروس، تعقبها حملة
احتمالات أخرى للحد من تفشي العدوى بالمؤسسة. بالنسبة لنا هذه البداية متاع الحملة، لأنه حاولنا نشوفوا أكثر القطاعات اللي هي عندها اختلاط مع بعضها. القطاعات هذه هي الأغلبية مرتبطة بعملية الإنتاج. بعدها زادة باش تجي حملات تقصي أخرى، لأنه صعيب في نفس النهار أنك تتقصى وضعية متاع مؤسسة فيها أكثر من 1000 عامل. لاحظنا اللي فما عدة إصابات في دار التلفزة، كل مرة نسمع كل مرة، دونك خيرنا باش نجيو سور بلاس هنا ونعمل لكم حملة تقصي سريع، وهي متواصلة والإقبال بيسير. هذه جوست نثبت، نحب نأكد على حاجة، راهو للتقصي السريع نجاحته كان إلا للجماعة اللي عندهم الأعراض. اللي ما عندوش أعراض راهو يخرج نيجاتيف بطبيعته، معناتها زايد، نعملوا فيه زايد ونجموا حتى نغلطوا الإحصائيات. إحصائيات تشير إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات في مختلف الجهات خلال الفترة الأخيرة، ما جعل عددا من المختصين يصفون الوضع بالخطير، وهو ما يتطلب مزيدا من الحذر والالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي. في باجة يؤكد القائمون على الشأن الصحي أن الوضع الوبائي في الوسط المدرسي مستقر، مع ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي المعمول به وتكثيف حملات التعقيم لتفادي انتشار العدوى. وضع وبائي مستقر بالوسط المدرسي بولاية باجة، رغم تسجيل حالة وفاة لتلميذة من معهد ابن زيدون بتستور يوم الجمعة الفارط جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. فما بروتوكول صحي وقايمين بواجبهم يعطيهم الصحة، أما زاد نحبوا الوعي من التلميذ زاد. أما احنا من اللي صارت الكاشفة الله يرحمها، ولد فما تباعد ونسبة فيت وتعقيم، حتى من اللي دارة ولد ما تدخل إلا ما تعقم، صحيح مش برشا أما كومي موجود. وضعية دفعت بكافة الجهات المتداخلة على غرار أعضاء اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة إلى تعزيز إجراءات البروتوكول الصحي والتعقيم بكافة المؤسسات التربوية بالجهة. بالنسبة للوضع الوبائي بصفة عامة، خليني ساعة نقول كونه توا معناها صار انخفاض هام بالنسبة كان نحكيه على كورب، نقوله الكورب هبطت كما كنت تحكي سيادتك، معناها في وقت من الأوقات وصلنا البيك معينة، توا الحمد لله معناها كما نقولك توا في ابن زيدون وبالنسبة للتستور وبالنسبة لبقية معهد ما عندناش تقريبا حالات بالكوفيد، نجم نقوله كونه الوضع توا مستقر وإلا ماشي نحو الانخفاض. المندوب الجهوي للتربية بباجة أكد أن نسبة الشفاء بالوسط المدرسي بالجهة بلغت حوالي 89.5% من جملة 173 إصابة، وهي مؤشرات جيدة في العموم، تتطلب رغم ذلك مزيد الحذر والحيطة للحد من انتشار الوباء. بالنسبة لليوم هو جينا المحور هذايا، بالنسبة لعدد المصابين على مستوى باجة في المندوبية باجة لحد اليوم عندنا 173 إصابة، وقع الشفاء في حدود 89.5% هم اللي وقع الشفاء متاعهم. قمنا بإعداد برنامج كامل للتعقيم من أول ما بدت الجائحة كورونا، وفرنا اعتمادات مع التنسيق مع السيد وزير التربية في قيمة تقريبا بالنسبة للباجة وصلنا في حدود 650 مليون ما بين الجائحة في بداية الجائحة وما بين تو المرحلة الثانية. حوالي 650 ألف دينار هي الميزانية المرصودة بولاية باجة لشراء جل المستلزمات الصحية ومواد التعقيم والتنظيف بالمؤسسات التربوية، من المنتظر أن يتم توزيعها على مراحل في الفترة القادمة من أجل المحافظة على سلامة الجميع بالوسط المدرسي. في الأثناء تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 90 مليون إصابة اليوم، بينما تسارع الدول لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام لمكافحة سلالات جديدة للفيروس. وتسارعت وتيرة تفشي الفيروس خلال الشهور القليلة الماضية، حيث أظهرت الإحصائيات أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سجل خلال آخر 48 يوما. ولا تزال أوروبا التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة في العالم تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضررا من الجائحة، تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية. في الشأن التربوي، تفقد المدارس سنويا حوالي 100 ألف تلميذ جراء ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، ظاهرة نتائجها سلبية حتما على التلميذ وتكلف أيضا الدولة أموالا طائلة. عودة على أسباب هذه الظاهرة والحلول للحد منها في التحقيق التالي.
في هذه الظروف القاسية قد يضطر بعض التلاميذ القاطنين بالأرياف إلى الالتحاق بمدارسهم في رحلات شاقة قد تعرضهم أحياناً للخطر. هذه الظروف وغيرها دفعت حوالي 100,000 طفل سنوياً إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة. يخدموهم صغار يبوعوا خضري باش يعاونوا والديهم. المدرسة هذه من أكثر المدارس اللي تعاني من الانقطاع. عندنا سنة مثلا ثلاثي الأول تقريبا 164 واحد ما عدوش الامتحانات متاعهم بيتي قالت أنه مرض كورونا موجود ونا الحقيقة نشوف فيهم يعاونوا في بيتهم على الطريق يبيعوا في الخضرة ويبيعوا في الغلم وفي الدجاج فهمتني وما يجوش للمدرسة مع أنه التعليم يعني مجاني. ظروف العائلية العائلة ظرف اجتماعي قاسي وكذلك التلامذة ينقطعوا بعد المسافة على المدرسة. التلامذة الأولياء ما يبقوش صغيراتهم يقروا خاطر يقولك بعيد عليا المدرسة ما نجوش نبقى صغيري يقرأ. هذه من الحاجات اللي تكون عراقيل باش تخلي التلامذة هذوما ما يمشوش للمدارس. لازم الدولة تنقذ الذري وبيتهم صغار. فقدان المدارس لأبنائها قد تكون نتائجه وخيمة على مستقبل هؤلاء الناشئة. رحنا قاعدين نربوا في الصغار باش يخرجوا يعني أجيال مثقفة ومستقيمة لكن هذايا باش يخلي الانحراف يعود من جديد. مصالح الشؤون الاجتماعية اللي يلزمها تواكب الظاهرة هذه ويلزمها تتصدى لها ويلزمها تكون عندها الأحصائيات. إعادة النظر في المنظومة التربوية من برامج مدرسية وتوقيت إضافة إلى العناية بالبنى التحتية خاصة بالمدارس المرتكزة في الأرياف هي بعض المقترحات التي قدمتها المنظمة التونسية للتربية والأسرة إلى وزارة التربية للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. أولا كما قلت هو العناية بالأقسام التحضيرية، العناية بالبنية التحتية المؤسسة حتى تصبح جالبة للتلميذ، تخفيف عدد التلاميذ في الأقسام حتى نسبة النجاح تكون طيبة، وكذلك التركيز على المهن اليدوية والفكرية كذلك. ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وإن كانت نتائجها سلبية على التلميذ فإنها تكلف أيضا المجموعة الوطنية أموالا طائلة، ظاهرة مثلت مشغلا رئيسيا لدى وزارة الإشراف التي تعمل على إيجاد حلول لها من خلال وضع آليات جديدة. ومن أهم هذه الآليات ما يسمى مصطلح على تعريفه بتربية الفرصة الثانية، وأيضا هنالك آليات بيداغوجية تقاوم هذه الظاهرة قبل خروج الطفل، أي أن ما يسمى بالآليات الوقائية العلاجية ومنها النموذج رباعي الأبعاد. قوم على الدعم والإسناد التربوي وعلى ما يسمى بدروس بالاستدراك ودروس التدارك وكذلك تطوير منظومة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لتجعل منها رافدا مكملا لعملية التعليم والتعلم. كما تعمل وزارة التربية ضمن استراتيجيتها على التصدي للإشكاليات النفسية للطفل داخل أو خارج الفضاء المدرسي بالإضافة إلى التعهد والرعاية النفسية للتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. مع تقلص عدد المؤسسات الصناعية وأمام تعثر النسق التنموي بالجهة، عقدت بالقصرين ندوة حول واقع الاستثمار وسبل حل المشاكل التنموية الاقتصادية بالولاية. 114 مؤسسة صناعية كانت منتصبة إلى حدود سنة 2010 بولاية القصرين وتوفر كل مؤسسة ما لا يقل عن 10 مواطن شغل. اليوم تضاءل عدد هذه المؤسسات الصناعية إلى قرابة 62 مؤسسة تعاني بدورها عديد الإشكالات. بالنسبة للتنمية في ولاية القصرين كما لا يخفى لأحد ولاية القصرين هي قبل وبعد الثورة في أواخر مختلف المؤشرات التنموية على المستوى الوطني، فلاحظوا معناها تراجع كبير على مستوى الاستثمارات الخاصة، وهذا ناتج إلى أنه حتى تدخل الدولة إن صار في مجالات اللي ما تهمش البنية الأساسية مباشرة، وبالتالي مش ممكن باش تشجع أبناء الجهة أو غيرهم من المستثمرين من خارج الجهة باش يقبلوا على الاستثمار في ولاية القصر. تبقى الاستحقاقات في علاقة بالتنمية هي لم يتغير المشهد الاقتصادي والاجتماعي في جهة القصرين، بل بالعكس في هناك شعور بمزيد تردي الأوضاع لتغيير حياة الناس بجهة القصرين والنهوض بهذه الجهة، فلا بد من إرادة سياسية تثمن
تثمن الموارد الإنشائية والإمكانيات الطبيعية المتوفرة في شهد القصرين من رخام وفوسفات وفلاح والسياحة. المسار التنموي متعثر، ما ثمش حتى معناها بوادي الإيجابية، القصرين هكذا نعرفها. فما ينفع الجهة إقرار مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة وتفعيل مشروع منطقة التبادل التجاري الحر بتلابد ومشروع فصفات جدليان وإنقاذ الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والوراق من الإفلاس. تكون شعار معنا 2021 هو شعار معنا الإنجاز، احنا نخرطوا في التمشي هذايا اللي تقوده معنا الحكومة معنا الحالية، وشفتوا رغم انه الصعوبات ولكن تم حل عديد الملفات معنا على المستوى الوطني. الإشكالات كما الحلول طرحت منذ 10 سنوات ولكنها لم تجد الأذان الصاغية للنهوض بجهتنا في حاجة لتشخيص جدي لوضعها. في الملف الليبي أنهت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتها بإسقاط مقترح الاستفتاء وذلك لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات المحددة للحادي والعشرين من ديسمبر القادم. انتهى اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والمخصص لتقديم ومناقشة مقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات المقبلة، انتهى بإسقاط مقترح الاستفتاء وذلك لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات المحددة للحادي والعشرين من ديسمبر من هذا العام. في الأثناء عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في هذا البلد وسبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. جددت خلاله المجموعة دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة وفتح الطريق الساحلي بين أبو غرين وسرت، فضلا عن طرد جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور. وبهذه المناسبة أشادت الممثلة الخاصة للأمن العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، أشادت بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخرا تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا والاستئناف الكامل لإنتاج النفط وتصديره. وعلى هذه الخلفية يرى مراقبون للشأن الليبي أن الأسابيع القادمة ستكون حافلة وحاسمة في مسار الأزمة الليبية ومصيرية لتحديد مستقبل البلاد، فإما نجاح المفاوضات الليبية السياسية في تحقيق توافق حول سلطة موحدة تفتح الطريق أمام اللجنة العسكرية 5+5 لتطبيق وتنفيذ تفاهماتها وكذلك في إنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة أو العودة إلى مربع الصفر وإلى الصراع العسكري، قراءة للتطورات في ليبيا من منطلقاتها الزيارة التي يؤديها وزير الدفاع في حكومة السراج صلاح الدين النمروش إلى أنقرة وما يرجح من تحركات عسكرية تركية في ليبيا في قادم الأيام. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى وقرب باب المغاربة ضمن مخطط تهويد منطقة المسجد الأقصى. وأكدت الخارجية أن أطماع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة سلوان متواصلة، حيث تتعرض يوميا لاستهداف يرمي إلى تهجير وطرد مواطنيها المقدسيين سواء من خلال عمليات هدم المنازل أو مصادرة الأراضي وتجريفها. وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم والابتعاد عن ما اعتبرته سياسة الكيل بمكيالين. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 10 أيام من انتهاء ولايته أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هذا التصنيف يهدف إلى ما اعتبره محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود. من جهتهم أدان الحوثيون القرار الأمريكي بتصنيفهم كجماعة إرهابية وأكدوا تجاهلهم لأي تصنيف ينطلق من قبل إدارة ترامب، معتبرين أنها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وتجويعه.
يبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اليوم حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في بداية أسبوع ربما ينتهي بتصويت قد يجعل منه الرئيس الأمريكي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يقدم للمحاكمة بهدف عزله. وسيطرح مجلس النواب في وقت لاحق اليوم مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بينس بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي والذي لم يسبق تفعيله، ويسمح التعديل لنائب رئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. ومن المتوقع أن يجري التصويت يوم غد. وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا الكابيتول مقر مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الماضي خلال جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص. في أخبار الرياضة، تدور غدا الدفعة الأولى من 7 جولات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يستقبل ملعب رادس إحدى قمتي الجولة بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، ويحتضن مركب الهادي النيفر مواجهة الملعب التونسي وضيفه نجم المتلوي. وتدور بعد غد الأربعاء القمة الثانية للجولة عندما يستقبل النادي الرياضي صفاقس الترجي الرياضي، ويحل مستقبل سليمان ضيفا على شبيبة القيروان، ويواجه الأولمبي الباجي ضيفه النادي البنزرتي، ويباري مستقبل رجيش الاتحاد المنستيري فيما يلاقي اتحاد تطاوين جاره ضيفه اتحاد بن قردن. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تسجيل 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع في عدد المصابين، والمدير الجهوي للصحة بتونس يرجع الأمر إلى تكثيف التحاليل. استقرار الوضع الوبائي بالوسط المدرسي بولاية باجة، وتعزيز إجراءات البروتوكول الصحي في المدارس. اختتام اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي بإسقاط مقترح الاستفتاء لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات. كالعادة، هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.